صباح الورد لمستمعي اي اف ام. احلى غاديو انتم تسمعوا فيه اوتو غاديو حتى للعشرة. ليميسيون تلقاو فيها اخبار السيارات في تونس في العالم، اخبار الموتورات زادا تلقاو فيها لي كونساي كان تحبوا تشريوا كهرباء وحايرين ولكن عندكم مشكله في الميكانيك. انتم تسمعوا في اوتو غاديو من 9 للعشرة متاع الصباح مع ميلا بن يوسف. اليوم في شفا مجيد باش نحكيوا على عدد السيارات الاداريه في تونس. باش نحكيو زادا على قديش تنجم توصل مدة انتظار السيارات الشعبية في تونس. في الكونسي اوتو غاديو باش نعطيكم نصائح باش تنجموا تختاروا الكهرباء اللي تناسبكم. في اسألني على الميكانيك تنجموا تجاوبوا على السؤال هذا، هل تختار الكهرباء ولا الدراجة النارية كوسيلة نقل؟ معنا في الغياليزاسيون امين اللي يعمل لنا في لي جينجل هذوما، كنزه في الديجيتال، علي عرعود في الاعداد. نرجع لكم بعد سليمه ولا لا؟ نحبوا بعد ما تقول سليمه يعاود لك عب اخرى كمان هكا، عجبتني بشويه بشويه امين. ومعنا نوتخ اكسبير سليمه حكيمه. وي بونجور سليم. بونجور ميلا، صباح الفل كل مستمعي فيهم، وان شاء الله نتمنى لهم نهار زين ونهار احد مزيان ان شاء الله. دونك اليوم حاضرين معنا نوز انفيتي لي ممبر دو في اي بي موتار. معنا محمد سيسي لو بريزيدون، بونجور. بونجور ميلا، بونجور سليم. بونجور. معنا بيليل جمال لو شامبيون. بونجور، بونجور تو مون. بونجور. معنا طارق خماخم ممبر زادا من في اي بي موتار. بونجور. وماليكا ريسبونسابل كوميونيكاسيون. بونجور، مرحبا بكم. عايشك، ميرسي. منورين اليوم في اي بي موتار وباللي كاسك والبري الكوب نتاعك. مرحبا بكم. عايشك، ميرسي. نتعداو تو سويت لشفا مجديد. انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 ل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف. دوك في شفا مجديد اليوم، حسب مرصد رقابة برئاسة عماد الدايمي، تم فتح ملف السيارات الإدارية، وحسب الرد المفصل من وزارة أملاك الدولة، شدوا رواحكم، مجموعة السيارات والعربات الإدارية التابعة للدولة والجامعات المحلية وجميع المؤسسات العمومية والمنشآت وكل الهياكل العمومية الأخرى عدا وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة إليهما هو في حدود 75,186 سيارة. كهو عدد كبير برشا 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 برشا. يتكلف أباغ اللي هي قيمة الكراب هذية برشا، فما زيدا لانتروتيان ليسانس لاسورانس. شوف هذوما كل قداش يتكلفوا على الدولة. سليم اكزاكتومون ميلا، هو الخبر هذايا خلينا نتأكدوا اللي احنا من بلدان المتقدمة، معناها خاطر متقدمين برشا في النومبر نتاع الكراب في الإدارات نتاعنا. والله يعذر لي سي بيزار كي نشوفوا دي بي أوروبيان، معناها كيفاش معناها النومبر نتاعهم محددين وبصفة مهولة، مالغري معناها اللي تلقى عندهم معناها خدامة برشا في الإدارات وعندهم برشا مسؤولين وكذا، من عقلية أخرى. احنا هنا ديما نلوجوا على راحة الموظف في السيارة كهو، معناها علاش ما فهمتش. وفما حاجة أخرى، معناها وزارة الداخلية والدفاع صحيح احنا توا قلناها بضحكة، مي هو فما مرسوم نتاع شو اسمه هو الشفافيه ولا شو اسمه فوالا، المرسوم هذاك يقول انه معناها الامور الامنيه والدفاع ما نجموش ناخذوا منها معلومات، معناها شو اسمه هو. انت تحب تعرف قداش وزاره الداخليه؟ انا ما نحبش نعرف، انا متاكد اللي ما بيناتهم الزوز مش نفوتوا ال 100,000 ديجا، انا متاكد هما ديجا قلت لي 75,000. النفاذ للمعلومه، هاي الكلمه ما لقيتهاش، المرسوم في النفاذ المعلومه يمنع انه ناخذوا معلومات من وزاره الداخليه والدفاع، ذاك علاش في الورقه هذيا ما فماش السيارات معناها الاداريه نتاع زوز وزارات هذوما. اما متاكد 100% انه باش نفوتوا 100,000 كهرباء، وانا ذاك علاش حكيت حتى في حلقه قبل اللي السيارات الاداريه لازمنا نلقاو لهم حل، نجموا بحل بسيط برشا الموظف الكهرباء هذيك تولي بعد 5 سنين نتاعو الاداره تولي تعمل
له كيما سو فورم تاع قرض فهمتني ويخلصها حاجتين باش يربحهم الدوله باش تربح انه الكهرباء هذيك مش تخلصها هي او ما تخلص ايسونسها وفينيتها واسيرونسها مش مشكل او ما تربح حق الكهرباء والموظف هذاك زاد شكون موظف توا ما يحبش الكهرباء هذيك بعد خمس سنين تولي نتاعو مش بعد ما يخرج من الاداره هذيك معناها تولي الكهرباء ترجع ملك للدوله واون بلوس اون بلوس حاجه باش تنفع الزوز انه الموظف هذاك باش يستحفظ على الكهرباء خاطر يعرفها نتاعو ماهيش رزق بليك فهمت هذيك حاجه مهمه برشا هذا اللي قلته انا قبل وان شاء الله نمشيو فيه بشوي بشوي باش نقصوا من مصاريف نتاع الدوله بالرسمي تاعها على الاخر اقتصاديا معناها جوست حبيت نقارن بعدد سيارات الاداريه في بلدان اخرى كما اليابان 3400 سياره يا معلم في كندا 26000 سياره امريكا 72000 سياره محمد شو رايك والله انا نصورهم يستعملوا في الدرجات الناريه اكثر من شراب الكراهب اي في اليابان يستعملوا درجات ناريه في البلدان الكبيره الكل سواء في شنغهاي مثلا في روم في باريس كل الناس كل تستعمل في الموتورات اكثر من الكراهب داير معناها سواء معناها من توسكي معناها وحدات امنيه يخدموا بالموتورات اكثر من الكراهب وبسكليتات في فرنسا في نيس تلقاها يدور بسكليت في نيس احنا كل شيء ما تتحرك في هولندا برشا بسكليتات احنا كل شيء ما تتحرك كان بكهرباء اول حاجه تاخذ لك سيركيلاسيون تاكل لك اكثر ايسونس لونتروتيان اكثر لكن في تونس مازالوا ما عندهمش الكولتور بتاع الموتور اللي هي بلو افيكاس بالضبط نتعديو تو سويت للخبر الثاني مدة انتظار السيارات الشعبية اللي يتراوح ما بين 4 شهور و 13 سنة تخيل قول لي 13 شهر أنا لا لا هو كان جاي 13 شهر برشا أقل مدة انتظار عند الفيات باندا 4 شهور والواليس إيغيس 10 شهور تحب أنت الواليس ومن اكثر الكراهب الشعبيه المطلوب السمعه اللي حملتها لي هذايا تحب انت واليس شبه الواليس باهي الواليس خاطر تكلمت عليها مره وليت ما نحبهاش قلت الحقيقه على غالب احنا هنا باش نقولوا الحقيقه مش نقول في رايي راه من اكثر الكراهب الشعبيه المطلوبه هي نعرفوها الكل كليو كليو مطلوبه في العالم وفي الاوروب مش حتى في تونس معناها اي كرهبة مزيانه فيابل دونك ديلي داتونت يوصل 13 سنه وبعدها سيات ايبيزا 8 سنين ديرنييرمون هي سيات ايبيزا معليش برشا معناتها مش كيما الكليو والله يا ميلا ما نعرفش انت باش تطلب رايي انا عندي برشا ما نحكي في الموضوع هذا ديجا نحب نرجع للفازه قالها المعدم تاع البرنامج البارح علي كي سمع 13 سنه بهت قال لي معناها انا كانت في 23 سنه نقدم مطلب ناخذ عمري 36 معناها بالحق شيء دوخ معناها سي انورم يعني موديل انت ما تتصوروش في مخك جملك في رونو مازالت ما بداتش تخمم فيها الكليو اللي باش تاخذها رونو مازالت ما بداتش تخمم فيها انت تو انت تعرف اللي سيستم في العالم تو كيفاش كل ثلاث سنين روستيلاج كل ثلاث سنين بعد الموديل اللي بعده معناها كل ست سنين يتبدل الموديل معناها بعد 13 سنه باش تلقى دو كليو بعد معناها باش توصل كليو 7 انت كانت تقدم اليوم اللي رونو مازالت خمت فيها الديلي هذه ماكسيموم معناتها نجم يكون اقل متفاهمين اللي هو ماكسيموم اما كي انت حط لك الديلي هذاك لازمك تحط في مخك انه الديلي هذاك وانا نحب نسال العباد اللي تمشي تقدم في السيات ولا السي 3 ولا الكليو اللي فيهم 8 او 13 سنه نورمال معناها تي انا ندخل ملال الكوش انا يقول لي الخبز يخرج بعد ربع ساعه راح نتعشى مقرونه ولا روز فهمتني باش نستنى 13 سنه معناها باش ناخذ كهرباء سي با نورمال وهذاك علاش حكيت في حلقه قبل اللي حتى منظومه السياره الشعبيه راهي سيء اللي ديباسي هو بسبب الكوتا خاطر فما برشا دوموند اما الكوتا معناتها العدد نتاع الكهرباء اللي مسموح بهم باش يجيبوهم شويه ماهوش برشا بالضبط على خاطر ما عنديش العدد بالضبط اما ماهوش برشا على خاطر هما 13 كهرباء 13 موديل ولا هما 14 والمشكله اللي هو العدد صغير وزيد الكوتا صغير وهذاك علاش قلت لك حكيت قبل انه المنظومه هذه لازم تتبدل وتتحل على اكثر كراهب ومثالش حتى باسوام اغلى شويه مش برشا بيان سور احنا كي نراو الواليس ايغيس ب 36 مليون هذا ما حل القام انت فما كراهب اخرين كيما المايندرا كيما برشا كيما الجريت وول ام كات كيما برشا موديلات في الزون هذيك حل من اللاعب خلي العباد تاخذ بالسوم هذاك ما يقلقش وبالنسبه لفيات باندا معناها انا نستغرب في حاجه زاده انه لي ريسبونسابل ماركتينغ وجماعه غادي في تالكار كيفاش ما يخموش انهم يلعبوا على البوان فور نتاع الموتور دو سيلندر اللي نصور هو اللي خلى الكهرباء هذيك ماهيش مطلوبه اللي هو موتور معناها الو موتور دو لاني 2010 راكب في الفيات 500 عنده برشا علاش ما تخدموش عليه ملي العباد خايفه منه تردوا انت موتور افيكاس وينجح البيوع نتاع كهربتك هذيك معناها ميرسي ميرسي سليم نذكركم اللي بعد شويه في الكونسي اوتو راديو باش نعطيكم نصائح باش تنجموا تشريوا الكهرباء اللي تساعدكم تساعد عيشتكم التنقل نتاعكم توا نخرجوا بوب وراجعين
ما في ساعتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. الشرطة تلقات بلاغ يقول أن المنتج السينمائي ورجل الأعمال أنري كايل اقتل في داره. وبالطبيعة وقت اللي يجي بلاغ من بلاصة كما بلاغ البوليسية يجي ويجري خوفاتا ورات، عكس البلاغات اللي يجيهم من الأحياء الشعبية والفقيرة. مع الخمسة متاع العشية البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف في مرأة قدامه طويلة سرولة كملة الزين وجاية مصرار، عينين خضر يغرق وبالانسي حارق وشعر أصفر بسبسب هابط على كتاف. ايش نيجي هالقنبلة؟ البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح. تفضل يا لله تفضل، باش النجم نعاونوك. نهج التريبيونال بوقو في البلار، احسن افار ارخص للمكتوب واحسن للبيئة. هز شقف جيب شقف واسمع تقربع بوقو في البلار احسن افار. يا فن احلى ضحكة تخلي طبيبة غريبة على الاخر زاد قال لي عسلمة قلت له عسلمة قال لي عندك جلطة قلت له قلي سبيان قلت له دكتور شو عندي بالضبط قال لي شو ولدي انت عندك اشي زغني عنده لا سمسون كارت ميموار دو شوكولا سي بور سا اون تري دون لا تابل افيك تمبير تو اي تري انسانت سي بور سا اون كومون دي فرونسي ماتري لو باز وي او نو نو سي بيان قلت له دكتور دكتور شو عندي بالضبط قال لي ما تخافش ولدي واش بدك السماعات تبط على ركيب وجي سي في قلبي قال لي تون كور ابريزي كوم سولين ديون وي او نو نو سي بيان. انتم تسمعوا في اوتو راديو من 9 ل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف. مرحبا بكم من جديد في اوتو راديو، ما زلتوا مواصلين معنا حتى للعشرة. نذكركم اللي تنجموا تلقاو حوار خاص على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا على اليوتيوب مع سيدة الشامخي اللي هي من اولى سائقات الحافلات في تونس وهي اصيلة ولاية بن زرت. دونك تنجموا تلقاو الفيديو تتفرجوا عليها على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. تو نتعديو لنوز انفيتي سبيسيال في اي بي موتار، مرحبا بكم. قلت لي دولة احنا بعد الترجي دولة احنا ترجي دولة في الكورة، احنا دولة في حاجة في الموتورات. دونك محمد سيسي لو بريزيدون نبداو معاك، احكي لنا على في اي بي موتار، كيفاش بديت من الاول وحدك الفكرة نتاعك ولا معاك شكون؟ لا هي دي ليبيو معناها يعني بعد ما كنت في الكارتينج والتونينج كما تعرف سليم كنا مع بعضنا 2004-2005 كنا شامبيون تونيزي في الكارتينج 390 ومن بعديك عملت 10 سنين تونينج وهنا الباسيون بتاع الموتور كانت عندي من قبل. كما تعرف قبل كانت سليمة الموتورات بلاش وراق أكثر من الموتورات بالوراق، صحيح 90% كانت الموتورات بلاش، عندنا تاكساسيون كبيرة وغالية برشا دونك ما كانتش فما الأوبورتونيتي بتاع الموتورات بالوراق. أنا فوندي معناها في اي بي موتار كانت الفكره من عندي صحيح، مي بتضافر الجهود يعني بيان سيغ معناها فما عباد هي اللي تعاون لي مومبر نتاع الجروب سي امبورتون هما اللي يشدوا يعني. كنا نخدموا برشا على ليماج باش نحسنوا ليماج نتاع الموتار تونيزيان جينيرالمون. الجروب الى ايتي سيليكسيوني بعبيد، احنا ما خممناش في الموتورات خممنا في العبيد قبل الموتورات، سي بور سا احنا شدينا وقعدنا 10 سنين 10 سنين في جروب يعني مش شويه باش نجم تقدم وتقعد بنفس الافكتيف وماشي ويتحسن حتى لين وصلنا لتوا الحمد لله. يعني عملنا بوكو ديفينمون، عملنا الاوروب، خرجنا المغرب، عملنا نورد كاب، عملنا روسيا، مهدي مولي كما تعرف طلع من تونس حتى الغادي مع نيس داديش، يعني عملنا برشا نجاحات. او ميم تو فما لي غاليمان كما بلال جمل عملناه تحصل على الشامبيونات نتاع الغالي روتيي، عندك طارق خميخم زاد كيف كيف اللي هو لاهي بالجروب يعني في اللي سورتي هو الاوفرور. تعرف جروب باش يخرج لازم شكون اوفرور هو اللي يجريهم. محمد كيفاش دونك تختاروا كيفاش تختاروا لي مومبر؟ قلت لي مهمين لي مومبر قبل قبل ما يكون عنده موتور اكها وماهيش الكونديسيون الواحده. مش مشكله في الموتور عندك كيفاش تختاروا لي مومبر؟ بيان سور اول حاجه لازم يكون عنده بيرمي نتاع موتور، عنده موتور، اذا كان ما عندوش موتور راهو باش يشري موتور باش ينجم يتقري الجروب. يزم عنده ليكيبمون كامل سي تري امبورطون كي نحكيو يعني كان ما عندوش موتور ما ينجمش ليه هو من الاول راهو بوغ انتغري خاطر نجم واحد راهو من الاول الفكره ما عندوش تاع موتور ما تبرش الناس عندها بيرمي وما عندهاش موتور عنده بيرمي ومغروم باسيوني وملي هو صغير ولا تلقاه قبل كان
يسوق ومن بعد نحى فيو كو ما لقاش انكادرومون برشا ناس توا تجيك تشري موتور توا بعد 30 سنه يقول لك انا صغير كنت مغروم مي ما كنتش نشوف فيها باهي ليماج توا حسيتها تحسن وتحس فما دي كلوب تنشط فما فيدراسيون فما كل شيء دونك بداو يتحسنوا شوي بشوي دونك لا سيليكسيون هي الانسان شنو نقصد نقصد الانسان اللي وراقه منظمه وبيرمي وموتور مريقله والاخلاق نتاعو هي الكل انسان سامحني راك نقول متربي يبدا ريسبونسابل يبدا رزين عبد رزين معناتها عبد يعرف اش يعمل خاطر باش يخرج مع جروب باش يخرج في خرجات كبار معناتها 30 40 موتور ما ينجمش يكون هكا معناتها لازم يعرف اش يعمل يعرف كيفاش يتعامل مع الموتور ومع العباد اللي معاه في الكياس جوستومون طارق سياقة الدراجات النارية خطيرة؟ وي بيان سور خطيرة طونك معناتها موجود في الكياس مع الكراهب مع الكماين مع الكياسات نتاعنا تسمى بالنسبة للعباد اللي ماهيش متمكنة مش للناس الكل انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا الموتور خطيرة كل شيء كان في صورة ما واحد يعمل بها الزايد راه اللي هو شنو هو الزايد؟ الزايد كبراجات معناتها ساعات تلقى ثاني ديستونس سيكيورتي مانيش عارف انا بتاع 100 متر تقول لا نزيد ننزل عليها نمشي 50 متر معناتها لوسكو تو ريدوي لي كونترانت دو سيكيورتي اللي دايرين بيك تاع الموتور سي نورمال وقت تولي دونجوروز مي سينو كي تحترم وتمشي معناتها في لي نورم تاعها براتيكمون لاباس فهمت بون سوف كو كيما قال طارق قبيله في تونس صحيح عندنا حاجه زايده على العباد الكل اللي هي عندنا الكراب تدخل فيك في اي لحظه معناتها فهمت هذاك علاش نحن كانت العشية في ديما في السورتيات نتاعنا نحاولوا نخرجوا من لي زون اللي فيهم ديزاجلوميراسيون فيهم برشا عباد سورتو فيهم كراهب انتم تقولوا الكراهب هما الغالطين والكراهب ديما يقول اللي الموتورات هما الغالطين والمترجل يقول ديما الموتور غالط والموتور يقول الكرهبه ديما غالطه والكرهبه تقول الطياره هي غالطه والله هنا سي تري امبورتون الكولتور نتاع الموتور في البلاد هذه مازالت ما دخلتش كوم يلفو مازلنا ما نقدروش الموتور كيبدا يمشي انت نحن بار اكزومبل نخلصوا في فينيات 250 دينار شنو عطيتني انا الدوله باش نعطيها 250 دينار كهرباء تعطي في 70 و 120 الف في الفينيات عاملين لها باركينغ وبياج لها هي بالذمه وعاطينها كياسات وكل شيء احنا شعاطين احنا ما فماش كياس تاع موتورات ما خذيتوش كيتونز دم ما عندنا حد شيء احنا ما عندنا حد شيء بالحق سليم عندنا كيتونز ما عندنا حد شيء يعني ما عطاونا شيء كموتورات في تونس ما همش مقدرين حتى السيركويات كيما حكينا ما فماش سيركويات لا في الكراهب لا في الموتورات احنا بلاتو نتاع دريفت ماهوش موجود في تونس باش نجم يخدم نزيدو نحكيو عليه اكثر الحكايه هذيا خلينا نحكيو على في اي بي موتور كيفاش لي مزور دو سيكوريتي عندكم فما معناتها اوبليغاتوار اي مومبر باش يجي فما الكاسك اوبليغاتوار فما لبسه شنو ليكيبمون كل كامل كاسك والجون والبلوزون نتاعو دورسال السروال نتاعو باللي بروتيكسيون الصبات نتاعو سي امبورتون برشا عباد الصبات ما تعطيش اهميه وهي اول حاجه تضرب هي الصبات ويديك والكاسك فهمت يعني كل شيء لازم ايكيبمون كومبلي لازم اللبسه نتاعو تكون اوبليغاتوار بيان سور اوبليغاتوار باش يخرج باش يبدا هو ضامن روحه معناها وهذوما وديما تقعد راه سامحني ديما تقعد راهي المسؤوليه اللي هو حتى وكان احنا راهو مثلا نخرجوا 10 من الناس مع بعض صحيح احنا لاهين وننظموا في الثنيه ميني هو راهو ينجم يغلط وحده ويطيح ما نجمش نشد له الاكسلراتور في يده فهمت شنو نقصد ولا يعني تو 10 كراهب يمشيو مع بعضهم فما واحد فيهم وانت شددهم من قدام وتمشي بهم فما واحد حب يعمل حاجه خارجه معناها للنظام ينجم يصير له اكسيدو علاش هنا نرجع لك نقول لك نختاروا العباد ترجع لهنا تختار لعب خاطر اي واحد ينجم هو يبدا في الثنيه يتخمر شويه يحب يعمل جيست يحب يكبر يحب كذا ولا في الكراهب يحب يلعب بالكرهبة نتاعو يعمل غلطه ينجم يهز الناس كل معاه لي زيكيبمون هذوما متوفرين وي فما شويه فما زوز ولا ثلاثه من الناس قاعدين يبيعوا توا ديجا معناها قاعده تتحسن مي غاليين برشا ليكيبمون غالي برشا الدوله تونس الدوله معناها تعطي في 30% بريسك معناها سامحني لي مارك ابار من اوروب يعني جابون والصين هي اكثر واحده مصنعه اللي نحن تاكسي فيها 30% ابار التي في ا نحكيوها 50-60% من السوم اللي نخدوه من البلد خاطر محسوب برودوي دو لوكس وهي غلطه كبيره ايش في برودوي دو لوكس انت ايكيبمون دو سيكوريتي دو سيكوريتي الدوله نخلصوا عليه برودوي دو لوكس هذا هو نرم احنا عندنا عباد عندهم موتورات ما عندهمش كره يمشي يخدم موتور يقضي اموره بموتور ومعاه مرته معناتها كهرباء ما خذاش كهرباء خاطر مغروم بالموتور خاطر يحب موتور كهرباء ما تعنيله شيء معناتها
دير حياته يعديها فوق الموتور، معناتها بخدمته قضيته كل شيء فوق الموتور. ما عادش نحكيو على العباد، راهي السادة المستمعين يلزمهم يفرقوا راهو بين الموتور الصغيرة والكبيرة، راهو فما كاتيجوري ماهوش كي بعض. برشا ناس في الوسائل الإعلام يقولوا الموتورات فيهم برشا أكسيدونات وحوادث وموتة وكل شيء، راهي ماهيش الكاتيجوري الكبير، الكاتيجوري الصغيرة اللي هي السكوتور والموبيلات والمالان الصغار هما اللي يعملوا برشا حوادث واللي شيفر كبار. من الموتورات الكبار راهو بقل على ما فماش، حتى ديجا النمبر نتاعهم مش كبير، عندهم اشكاليه في التامين فور اكزومبل، والتامين عندهم الحق. علاش؟ على خاطر لي سكوتور ما عندهمش بلاك دي ماتريكولاسيون، هذه اشكال كبير، معناها فيسبا تتعدى قدامك ما فيهاش نمبر، كي تعمل لك مشكل وتمشي ما فيهاش نمبر. دونك ما دونك سي سو سي بور سا راهو العباد تشكي من التامين على خاطر ما ينجموش. فوالا. بليل انت شامبيون دو تونيزي 2019. اي. بديت مع في اي بي موتور هكا ولا؟ والله ايه دوك رجعت للموتورات بلوتو، رجعت مع في اي بي موتور. وقتها كنا الجروب كان صغير برشا، معناتها كان فيه جوست محمد ونبيل نتفكر ثلاثة ولا أربعة من الناس كنا. بعد دخلت أنا وطارق ورمزي وقتها ونا فورمي يمكن لا دوزيام ايكيب اللي هي تو موجودة، معناتها فهمت. عملنا الفاز 2 نتاع الفي اي بي موتور فوالا. دونك فهمت. دونك في اي بي موتور فيها دي باسيوني، معناتها عباد نورمال عندهم موتورات وكل شيء مغرومين، وفما دي سبورتيف اللي يشاركوا في لي شامبيونا. الأكثر هما بيتهم معناتها لي مومبر تاعنا نحن تلقاها فعلا موجودين نابورت كوا. مثلا نحن كنا قبل حكاية 30 موتارجي، مثلا طارق أحسن واحد ينجم يكون فينا أوفرور مثلا. تلقاه واحد سبيسياليست هو اللي عمل لك الديكوفيرت، تقول لك هذو الأولاد باش نمشيو هكا، معناتها فما كل واحد عنده عنده دي تاش صحيت هكا واحد وحده تلقاه قا روحه فيها باهية، فهمت كيما في إيه فما ناس ما يحبوش يشاركوا مثلا في المغرومين بالموتورات، ما يحبوش يشاركوا في الأكثرية هكاك كيما مليك. مغرومة بتصوير الموتورات، تصويرك هاو دونك هذيك هي. ما سينون بوغ لي غالي يمكن عندنا اون ديزين دو معناتها دو كوغور كلهم من وسط الفيب موتار، معناتها فهمت. هو ولادنا على فما فما جماعه اللي هي توسكي الخارجات، يعني هما اللي يعرفوا لي ديستيناسيون وين نمشيو باش نمشيو نعملوا جو شاك ديمونش. يعني كل مره تبدل الديستيناسيون. وفما عبيد اللي هي توسكي رالي راليات يحضروا، خاطر فما 3 مونش في العام، دونك هما يبداو يحضروا في ديما حاضرين على ليكيبمون نتاعهم، اش فما جديد يتراسيو الثنيه كيفاش يعرفوا كيفاش يلعبوا في لي سبيسيال، يبداو يخدموا. دونك فما عباد تخدم على الرالي وفما عباد تخدم على السياحه. نحن اون في لا بروموسيون بطبيعتنا. عندكم جامعه تنظم لي غالي هذو؟ اي فما بيان سور موجوده الجامعه في منزه 5 ويرأسها مهدي بشحام. فمعناها الجامعه هذه عندها اكثر من 700 مخرط. نتصورها اكثر من نعرفش كان لفت 700 عندها اكثر من 700 نتصور لي مانيش 700 يعني انت خد قعدنا حكينا قبل وقلنا اللي انت ما تعرفش الجامعه التونسيه للدرجات الناريه. الجامعه التونسيه للدرجات الناريه عندها اكثر انخراط من جامعه معناها السيارات، يعني اما ماهيش معروف منظم القطاع منظم على الاخر، عندها ديزيفينمون معناها في لي غالي، عندها توريستيك تعمل في معناها تخدم مع الفيم الفيدراسيون انترناسيونال دو موتوسيكليست. مش معروفه برشا معناتها تشوف تخدم اللي ما عندهاش كوميونيكاسيون كبيره، ناقصه ميدياتيزاسيون كوميونيكاسيون، ناقص في الكوم، ناقصه في الكوم. كيما الافتياء الافتياء تخدم برشا على الكوم نتاع ديما. نحن راهو في تونس احنا رانا نامنوا بالكهرباء اكثر، سي بور سا هي فيزيبل الافتياء. يعني انت كي تقول تو جامعة السيارات اوتوماتيكمون تمشي تلقاه، ما يجيش لبالك اللي فما نتاع موتورات في تونس. مي ان شاء الله بروشينمون هي حسب نعرف في شكون مومبر في الجامعه. دونك 2021 باش يكون الكوم خير برشا، لي زيفينمون فما انترناسيونال اذا بعد الكوفيد ان شاء الله فما حاجه باهيه. دونك يعني الفيدراسيون تاع الموتوسيكلين باش تقدم ان شاء الله في 2021 واش توالي فيزيبل. الموتورات في تونس الموتورات ما فماش دي كونسيسيونير يبيعوا موتورات، مانيش ما نجم احنا خاطر غاليين برشا كها ولا فما اسباب خاطر غاليين. هذه راهي ضحكه، هي حاجه تضحك. قبل في الثمانينات علاش راهي التاكساسيون تاع الموتورات؟ كان فما واحد في كارتاج يجيب الموتور في الليل ياخذ قضيته غادي في كارتاج، سمعوا به اللي هو نهار كل يجي في الليل غادي كيقلق فيهم في كارتاج في العهد القديم.
شنو هي الحكايه موتور حبوا يشدوه الموتور هذا ما نجموش يشدوه خاطر بالحق موتور كي تبدا كبيره راه ما نجموش يشدوه صحيح تعرفش كيفاش سكر علينا حاجه اسمها موتور طلعوا فيها التاكساسيون ما عادش تدخل حتى موتور ما لا لا معناها تو موتور 120% تخلص ديوانه 120% كونسيسيونير معناها تصور انت قداش شو حط على 120% يعني سلاح هذا برشا اكثر اكثر من اللي يصنعها وراه معناها ملحق معناها ما تنجمش يعني كي تحكي وحكيت راني مع برشا ناس كي تقول له راه الشيفر هذا يدوخ يقول لك كيفاش خاطر هو يعني تو الماليه تجي تحكي معاه تقول لك ما انا ما نعرفش خاطر هما ما فهميش شكون مختص في الموتورات في تونس باش هما ينجموا يخدموا معاه. ماهوش القطاع هذا. القطاع هذا. هو ينجم يدخل برشا فلوس لتونس. انت تو كي تطيح التاكساسيون كيما الجزائر والمغرب وليبيا، احنا كيفاش ناخذوا النيفو نتاع التاكساسيون؟ مو نشوفوا الجوار نتاع جيراننا. نلقاو الجزائر تخلص 3% وتلقى المغرب كيف كيف ما تخلصش كي تبدا جديده ابارتيغ دو 6 موا تولي تخلص. ليبيا لور لا ما تخلصش. جي تونس تلقى 120 مش معقوله معناها في الدوره دونك كيفاش تعملوا في الموتورات تشريهم من برا ما فماش فما كان اللي عندهم امتياز يجيبوا في الموتورات حتى ما عندكش حق تخلص عليها 120% ما تنجمش توا كونسيسيونير تمشي تقف تحب تشري مواطن تونسي ممنوع عليه ما معناها مسكر عليه لا باغ اكزومبل باش يشري موتور ما عندكش حريه باش تشري معناها وكيف هما ما فماش يتباعوا في تونس ما فماش دي كونسيسيونير كيفاش تعملوا في القطايا كل واحد يوصي بالوصايا احنا نمشي ونعيشوا كنا بالوصايا وصي هذاك تجيب لك وصي هذاك تجيب لك ساعات موتور تقعد واقفه اشهر على قطعه معناتها ما عندها حتى فارغه معناتها تعمل 2 زغو ولا 3 زغو تقف موتور معناتها عندك موتور تو واقفه على فما حاجه سليم في لي كونسيسيونير فور اكزومبل شوف هذه حاجه سهله برشا لو كان يطيحوا التاكساسيون يردوها كيما الدول الجوار يردوها مثلا 20% ولا 25% شو باش يصير؟ باش تدخل لنا فلوس من برا الناس كل معناها في شهر لي كونسيسيونير دوكات يو بي ان والدنيا الكل باش تهبط شوف قداش من معناها مواطن شغل باش تعمل باش تخدم لي تكنيسيان باش تخدم لي ميكانيسيان باش تخدم اليد العامله باش تعمل انفراستركتور جديده في البلاد باش يولي ديزيفينمون ويولي دي سيركوي وتولي دي كومبيتيسيون ويهبط لك الموتو جي بي اللي هو اقوى واحد في العالم والسوبر بايك يعني باش يحلوا علينا باب كبير الحكايه كلها يهبط في التاكساسيون تاع موتو بالضبط دومين كبير ياسر يتحل في البلاد لو كان يهبط في التاكساسيون اللي هي معناها ما يلزمهاش برشا ذكاء معناها ما يلزمهاش سيركوي سليم كان يحل قداش ينجم يدخل للدولة؟ ايه مليارات يدخلهم في العام بليارات ما نقولوش بليار لا عرفش نقول لك علاش خاطر السوبر بايك والموتو جي بي نوليو نحكيو على البليار متفاهمين مع الفورمولا ولا خاطر انت كي تحل سيركوي في لينور شو يصير؟ تقول انت ماني باش نلعب فيه فورمولا بار اكزومبل اي فورمولا باش يمشي لا لا مش فورمولا باش تجيك لي كاتيجوري الكل سي نورمال العالم الكل باش يلعب احنا عندنا 10 شهور شمس احنا يلزمنا نستغلوا الحاجه اللي نحن اوني لا فاساد دو لوروب الناس قاعده كلها تقنتر تطلع المغرب شبيك انت جيت قدام معناها انت عندك قدامك فلوس نجم تدخلها بصفه كبيره تغجر لها وماكش فاهم علاش على خاطر الناس اللي شاده ماهيش فاهم وما تمنش ما يمنش بالسبور ميكانيك فما حتى حد في تونس معناها في السلطه معناها الكل اللي خذاو ما امنوا بالسبور ميكانيك في تونس لا بالكرهب ولا بالموتورات الموتورات هذيك ما نحكيوش عليها جمله حتى بالكرهب انا هنا نعاود نرجع لك بلاتوم تاع دريفت ما نجموش معناها سوبرفيسي معناها مربع ما نجموش نعملوا ديزيفينمون خي العباد كما تعطيوش وين باش تتفرهد ملا وين باش تتفرهد احنا مسكرين علينا في كل شيء يزيد ما يعطيكش بلاتو نتاع دريفت ما يعطيكش سيركوي باش تلعب فيه كرهب حاجه اخرى الصغار وذي يخليهم زاد لي جون يوليو ما عادش منظمين في الكيس ما تعطينيش سيركوي باش نعمل انا باش نمشي نجري في الطاحي باش يمشي يجري لك في بلايص اخرين هكا ولا باش تخليني وانت نورمال وفما حاجه كبيره احنا سليم يعني نجموا نحكيو توا على وليداتنا الصغار لو كان نحكيو على تونس الجديده وتونس البديله في السياحه وفي كذا نجيو نشوفوا الصغار نتاعنا توا اللي عمره 5-6 سنين كي نحطوا تو في سيركوي يلعب شنو باش يصير؟ باش يولي لك شامبيون باش يولي لك شامبيون باش نسوقوا لبرا والايماج تاع تونس ودربوا تونس يطلع وباش نجيبوا معناها باش نوليو نسوقوا في ولادنا كدي بيلوت مش كان الكوره راهي تسوق احنا في سبور ميكانيك نطلعوا خير من الكوره كان يعطيونا برك سبور ميكانيك يخدموه على قاعده
نعملوا خير من الكوره ب 10000 مره. صحيح صحيح ولا سليم؟ صحيح صحيح. وانت يا سليم راك تعرف السبور وتعرف كل شيء معناه. هذيك المشكله مش مامنين بيه. ديزوتوريزاسيون معناها يجيني انا سو سامحني بين قوسين بلي هذه حاجتي به. معناها توا الباركينج نتاع كارتاج مقابل الجامع نحبوا نعملوا فيه ايفينمون يقول لك ليه خاطر الجيران متقلقه. الجيران متقلقه تو هذا معقول؟ صارت حتى على الفيديراسيون اوتوموبيل. اي شنو معناها تو هذا معقول؟ ماهوش معقول والله لو معقول. معناها خمسة ايفينمونات في العام تقول لي انت الراجل يتقلق وفي القائله ليفينمون في القائله ولا مش مشكل يا سليم سي دي زيكسيبسيون. هذايا شباب يحب يحب يلعب ويحب يشيخ ويحب يقدم وفما دي سبونسور وفما صغار وفما عباد تتفرج. هو الفوميو يكون مؤثر خير. وهو مأثر تجي تقول لي باركين كارتاج ما يلعبوش فيه. خاطر جماعة موناكو ابارامون ما يرقدوش. ولا ولا في موناكو يظهر لي ولا مقاسي تي تروفي ولا خلينا نحكيو شوية مع ماليكا. ما حكيتش بالكل ماليكا ريت الريسبونسابل كوميونيكاسيون دونك انت تمشي معاهم للخرجات الكل تصور كوفرتور ميدياتيك نتاع لي سورتي نتاع لي غران ايفينمون لي رالي وكل ديما موجود. سوق انت موتورات شوي شوي مش برشا مركزه اكثر على تصوير الايماج فيسبوك انستغرام والحكايات هذوك. احكي لهم مريكا على الاكسبيرينس نتاعك عديتها في الكورس جاو هزوك من فرنسا باش تمشي تسوي. وي هزوني انا توا ديجا عندي 7 سنين ونص في الفي اي بي ماتور نعمل في الحكايه شوي باسيوني معني ماهيش مانيش قريتها ماهيش خدمتي بديتها مع الفي اي بي ماتور بتيت ابتي نلقى روحي سي تغرمت بالموتورات وكل تصوير الموتورات دايوغ شوي معناها لا سول في تونس اللي نجم نصور في لي غالي والكل وتبدا موتور تبدا موتور معناها تمشي فيتيس اون اكسيون فوالا تكنيكمون ماهيش سهله سورتو ماهيش سهله حتى فيهم برشا فيتيس دونك لي زونجل وكل شيء لازم صعيبه غراس في اي بي موتور ومحمد سيسي ديما معايا يوريني كيفاش نعمل هكا وهكا دونك لونكادرمون دونك عيطوا لي في الكورس في غالي فيدراسيون فرونسيز عيطت لي باش نكون انا فوتوغراف اوفيسيال نتاع الغالي هذايا و هذه مش حاجه كبيره معناها حاجه تشرف معناها بالعكس معناها فيدراسيون فرونسيز تبعت ويطلعوها ويمشي يهزوها في رالي مش تصور مش حاجه باهيه حاجه باهيه حاجه مرأة تونسيه تتسمى تألقت في حاجه من الحاجات في السيكتور في السيكتور دي موتو وفي التصوير في التصوير اكزاكتومون وتصاوري زاد يهبطوا في السيت اوفيسيال نتاع بي ام دبليو في المانيا. اي شوف برافو بالحق والله غوميرسيمون تراها معناها في بي ام دبليو معناها كي تشوف معناها سامحني معناها الشهر مي الميزون مير تهبط لنا في تصورنا وتاجي معناها مليكه وتاجي الجروب وتسمينا وتقول برافو معناها معناها تشوفها انا لي بوبليكاسيون تاع بعضهم لك سليم وتشوفهم راه حاجه يعني باش يعديو لك معناها فما فوالا برافو برافو ماليكا برافو الاولاد الكل مازلتوا قاعدين معنا مازلتوا مكملين معنا توت سويت نتعداو الكونسي اوتو راديو. سليم 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 دونك اليوم باش تحكي لنا كيفاش نختاروا الكهرباء اللي تناسبنا باش نشريوا كهرباء كيفاش ناخذوها كبيره صغيره حسب الساعه. اول حاجه هي البودجي والفلوس قداش عندك فلوس هذيك يحكموا فيك. من بعد قداش تتنقل تمشي برشا ولا لا تشد لتورود كل يوم ولا لا برشا حاجات كيك ولا لا برشا حاجات فوالا دونك جوستومون ميلا كيما تعرف ثقافه الكرهب عند التوانسه مازالت ناقصه شويه ومازلنا ما وصلناش للماتوريتي نتاع سكان البلدان المتقدمه وهذا عادي راهو مازلنا بعاد ونقص الثقافه هذه ميلا ينعكس حتى على اختيارنا لكرهبنا وذاك علاش انا اخترت اليوم نحكي في موضوع مهم برشا اللي هو شنية الكهرباء اللي تناسب كل واحد فينا وكيفاش نختاروا الكهرباء اللي نحبوا نشريوها. اونتر بارونتيز ميلا مانيش نحكي من راسي اما عن تجربه كي نرى التوانسه يسالوا برشا في جروبات الكراهه بالتو على لي ريزو سوسيو يسالوا شنو تنصحوني نشري وانا زادا كل جمعه بريسك ميلا يكلموني صحاب وقارب يسالوا فيا شنو نشري وشنو نعمل وشنو الموديل ناخذه كذا دونك قلت خلي فرد مره نفيدوا به الناس الكل هو يبديو كراهب في نفس الكاتيجوري نفس السوم وواحد ما يعرفش شنو يحير ما يعرفش شنو يشري وساعات حتى مش نفس كاتيجوري زاد يحير عنده بيجي وما يعرفش يشري كهرباء صغيره متوسطه كبيره اس يو في 4x4 ما يحير دونك كيما قلت لك معناها قلت خلينا نفيدوا به الناس الكل اليوم اون فوا بور توت ونرتحوهم من تعب كبير خاطر لازمك تعرف تختار ما بين العاطفه والعقل وما بين البيجي والا تدلل روحك وهذاك التعب الكبير وين موجود هو انك تحير ما بين العاطفه
شنية الحاجة عجبتك والعقل شنية الكهرباء اللي تمشي معاك معناها وتكون اوتيل لك انت وما بين البيجي والا زاد تدلل روحك على الاخر تحصل روحك ولا تدلل روحك واحنا اليوم باش نعاونوكم تاخذوا القرار بالصحيح وبيان سور اول اوبستاكل لازمنا نبداو به هو البيجي خاطر الامكانيات تفرق ما بين عندك مثلا 10 ملايين ولا 50 مليون ميلا فرق كبير برشا 10 ملايين تي مازال تجيب تجيب سونسيس حقيره سونسيس قبل كانت ب 10 ملايين لا وصلت هبطت الخمسه واربعه سونسيس شبيك الفاز اون وصلت لاربعة وخمسة راه شبيك تو وليت بعشرة ما تخليش حتى ب 12 موجودين الفاز دو هذيك سليم فما حاجة أخرى زاد العبيد وليت تخمم في البيس فما كراهب يعني يشريو فيهم تو بنفس معناها كي يقارنوا على الاخرين يخمم يقول لك هذيك بياساتها نهار اخر كيفاش نبدلها رخيصه والاخرى ما فهم معناها بياساتها فما حكايه رخيصه ولا لا وفما موجوده ولا مش موجوده فوالا فما برشا عباد متخوفه تو انا صارت لي قبل اللي بدلت معناتها ما عادش نشري من المارك هذيك معناتها كهرباء على خاطر ديما لي بياس نتاعها مش موجودين لا ديما سير كوموند ديما مش موجودين صحيح هو بطلت العالم في رخص القطايع راهي 205 راهو من غير ما تخاف باراشوك ب 20000 بطلت العالم هذيك معناها تبدل كهرباء كامله ديما غاليين اون اوكازيون صحيح صحيح هذيك بالحق مش نورمال باهي اما كما قلت لكم معناها صحيح البيجي يفرق ما بين 10 و 50 مليون اما ردوا بالكم زاده مش معناها كي تشري جولف 6 عمرها 11 سنه ب 30 مليون معناها ارخص خير من اللي تشري مثلا سيات ليون عمرها 5 سنين ب 42 مليون خاطر بطول المده الجولف 6 باش تتكلف لك اغلى من ليون وهذا بيان سور بسبب الكونسوماسيون والانتروتيان والاسيورونس ولازمك تقرا لهم حسابهم قبل سوم الكهرباء ميلا في حد ذاته راه اللي جايك بعد الشراء الكل لازمك تقرا له حسابه قبل ما تشري ومش معناها زاد كهرباء رخيصه ارخص في الشراء معناها ارخص في الاستعمال وبرشا عباد ميلا عملوا الغلطه هذيا ويقولوا لقينا فرصه مش نورمال كهرباء عالميه وبسوم رخيص ويشري من غير ما يخمم ومن بعد تلقاه بيعها فيسع خاطر ما قدرش على مصاريفها اليوميه كيما يلقى مثلا ميلا بورش كاين ب 40 مليون يقول لك فرصه ويشيخ ومن بعد يتصدم ومن بعد يتصدم كي يجي اكزاكتومون بعد يتصدم كي يجي باش يخلص الفينيات يلقاها مليون و950 ويصب 50 دينار اسونس في النهار والاسيورونس نتاعها تفوت زوز ملايين الى اخره وهذاك علاش قبل ما تشري لازمك تعمل الحسبه الكامله نتاع الكهرباء على طول عام كامل وتشوف روحك قادر على مصاريفها اليوميه والشهريه والسنويه والا لا خاطر هذاك هو اللي باش يوجهك اكثر من سوق في سوم الكهرباء في الشواء نتاعك معناها اكثر من سوم الكهرباء نعطيك مثلا مثال بسيط ميلا اللي عامل بيجي نتاع مليون في العام اونتروتيان نتاع كهربته ما ينجم يشري كان سيتادين والا على ليميت كومباكت وعلى شرط زاده ما تكونش بريميوم كيما الدي اس 3 ولا الدي اس 4 مثلا واللي عامل بيجي زاده نتاع 300 دينار كاربيرون في الشهر ويعمل في موين نتاع 50 كيلومتر في النهار مثلا معناها 1500 في الشهر ما لازموش ياخذ كهرباء تاكل اكثر من 10 اترات في المية بالنسبه للليسونس و12 نيتره في المية بالنسبه للمازوت معناها بلغتنا احنا ما تاكلش اكثر من 10000 في النهار وينسى بيان سور الكهرباء سبورتيف اللهم ياخذها في المازوت ونصيحه اخرى زاده كي تجي تشري والبيجي نتاعك مثلا 30 مليون ما تحرمش روحك من كهرباء عجبتك اكثر من الاخرين اما سومها 33 مليون خاطر اكثريه اللي يبيعوا ميلا يبداو عاملين ماغج نتاع نيغوسياسيون وقارين حسابهم من قبل اللي باش يطيحوا في سوم الكهرباء دونك جرب حظك وتنجم تكون الكهرباء كتبت لك الحاجه الثانيه اللي باش نحكي عليها توا بعد البيجي هي البوزوان نتاعك وسبب استعمالك للكهرباء مثلا مش معقول انك تشري مونو سباس 7 بلاس وانت عازب ولا العكس مش معقول تشري كهرباء صغيره وانت معرس وعندك ثلاثه صغار يخرج لنا حد خويا ذي راهو يعبي شويه شبيع ويخرج صغير اي كونش عنده برشا اصحاب الاستعمالات تولي موضوع اخر هذاك يلم في ولاد حومته يخرج يعمل كومبينج ولا يعمل مصيد ولا حاجه موضوع اخر اما كان عازب نتصور سي سيغا ريان باش يشري مثلا سي في كبيره ولا مونو سباس ولا كات برشا تو مغرومين ياسر باللي كات كات ولي غوندوني يمشيو للصحراء صحيح هذاك استعمال طيب عنده حد لكن هو 6 7 بلايص كربتو اكزاكتومون لهنا راهو باش ندخلوا في الوزير انا هنا رانا نحكي اوتيل الوزير نولي نحكي المغرومين بالفواتور سبورتيف شبيك انت مشريتش فيراري شبيك كذا نحكي على الكهرباء اللي تستحقها المراه فيات 500 غيره غيره هذاك سي دو الوزير انا اليوم نحكي على الاوتيل دونك كيما قلت لكم مش معقول زاد العكس انه تشري كهرباء صغيره وانت معرس مثلا وعندك ثلاثه صغار اللهم من الزز وقله الامكانيات هذاك موضوع يدخل في البيجي اللي حكينا عليه قبيله
اما معقول برشا انك تشري ميني سيتادين كيما كيا بيكانتو على خاطرك عازب وما تمشيش برشا بالكهرباء وما تهمكش قوه موتورها وعندك بيجي صغير يحكم فيك والذوق نتاع كل عبد يتدخل بقوه في البزواميلا خاطر فما اللي يحب كهرباء فيها بزيد اوبسيونات وفما اللي ما يهموش جمله المهم كهرباء تهز وتجيب كيما نقولوا احنا اربع جيل يهزوا ويجيبوا وباش نزيد نسهلها عليكم اكثر كانك عازب ولا معرس من ومن غير صغار عليك بميني سيتادين كيما الهونداي جرون ايديس ولا سيتادين كيما رونو كليو ولا كومباكت كيما سيات ليون وكانك معرس وعندك صغير انت وكيف تعرس وتشريها وتجيب صغير الاولاني اكزاكتومون تعرس وبعد جبت صغير تنسى ذاك تبيعها وتنسى الصغر نتاع مثلا الجرون ايديس خاطر يولي عندك الكرسي نتاع البيبي والسكان نتاعه وامه باش تركب معاه من تالي وبروجرامك واضح من هوني ست سنين اربع سنين القدام لازم تعرف روحك شو تعمل والبيدجي وينه في الحكايه معناها البيدجي انا حكيت عليه من الاول عاد توا تعدينا بعد العرس لازم يبدل الكهرباء 40 و45 مليون صغار كيما تحكي سيب راه يضحك توا تشري اوكازيون تشري كهرباء قديمه شويه لا غالب سليم ما تجاوبهم نخرجوا بيب ونرجعوا Le Mac du week-end, il y a le confinement, c'est pas mal, et je suis là pour toute mon équipe de choc. Il y a tout comme ça, pour la santé, la tarbia ou le coaching, des astuces pour la beauté, la mode ou la cuisine, les bons plans, les lailles, l'alcool, ou qui m'a que le week-end, qui l'a dit, nous t'arrive à la marque de ton séage d'ida. Tous équipes, ça y est, par tendance, je coupe chez Chateau. Donc, allez, qu'est-ce que tu as dit? Je suis là. ماركة جديدة دونك هذايا أبل اللي عنده ماركة ويحب يجيب حدنا نزيدي فات حتى اللي يغشخش الكل قلة النوم هو اللي يخلي المرأة تسمن يخلي شعرها يتيح يخليها ستريسي وهو يروح من القهوة تكحلوك القحرة وتسكر البيت خلي راجل يتفرهد في القهوة على روحه وامشي اربح نومتك وفي الميكان دهوك الشيخ امشي وراجلك لقنا على ذلك التوانا قاعد نكتب بليك مش كل واحد مش نجيب الحاجة رمتين En fait, il faut toujours comparer les vitamines à un match de football. Hein? Qui fait? Ils me lèvent les coups sur le terrain. Le Mac du week-end, saison 7, nahar 7 ou lahat, mal 10 nus nahar. Ala IFM, ahla radio. نعرفوا غرامك بمشروعك والافكار اللي عندك الكل باش تطوروا. نعرفوا الوقت الكل اللي تعدي تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص. هاوك عليه في سويفر. نخضع عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم. سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون أون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان. حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بأعصوب أون توت سيكوريتي. والأكثر معلومات كلمونا على 36 018000. سويفر فوتر سبيسياليست دو لا فاكتوراسيون أون ليني. أنتم تسمعوا في أوتو راديو من 9 ل 10 نتاع الصباح مع ميلا بيوسف. مرحبا بكم من جديد في أوتو راديو، مازلتم واصلين معنا حتى للعشرة. توا سليم باش يكمل يعطينا نصائح. نعطي جوج ما. لا نصائح باش تجاوبنا كيفاش نختاروا الكهرباء، لي كريتير اللي نختاروا بهم الكهرباء حسب احتياجاتنا. كيما قلت لك قبل البيب باش نزيد نسهلها عليكم أكثر، كانك عازب ولا معرس من غير صغار عليك ميني سيتادين كيما الهونداي غون ايديس ولا سيتادين كيما غونو كليو ولا كومباكت كيما سيات ليون. وكانك معرس وعندك صغير بيان سور عرست وجبت من بعد صغير عندك مش جايبهم معاك من الدار. عندك صغير باش تقول الكهرباء شنو هو؟ كي يبدا عندك زوز شنو هو؟ لا مش زوز، بعد من ثلاثه لفوق. لا مش باش نعطيو بالديتاي برشا زاده، اما زاده اعذر لي تحب ولا نكره سي لوجيك خاطر عندك صغير دونك لازمك الكرسي نتاع الصغير من تالي والسكان نتاعو وامه باش تركب معاه زاده من تالي بوغ سا سيكوريتي، دونك الحجم هذاك يولي يقلق العائله الكل. وتنجم ابار السيتادين والكومباكت اللي حكينا عليهم قبيله تاخذ وقتها ميني سبيس كيما سيتروين سي 3 بيكاسو مثلا ولا ميني اس يو في كيما البيجو 2008 تولي تساعد وقتك يبدا عندك صغير. وكان عندك ثلاثه صغار ولا اكثر وكان قصد زوج صغار وكان عندك ثلاثه صغار ولا اكثر ما تاخذش اقل من برلين كيما الفولكسفاجن باسات ولا اس يو في كيما نيسان كاشكاي ولا كهرباء بريك كيما البيجو 508 اس دبليو في ولا كهرباء فاميليال كيما رونو تاليسمو. مصروف صغار مصروف مالا اللي باش ياخذ يعرس ويعمل عائله تفدليك تخيل انت كاو لازم يقرا حساب كل شيء. واحنا هنا مهمتنا نحكيو على الفولي اوتوموبيل بالطبيعة مش نحكيو على لازم يشري دار ولازم مش هذيك قلبك ما عادش عارف ياخذ الكهرباء والدار خلي من بعد اللي كانوا مش عارسوا كل ما عادش عارسوا فشلتهم يا سليم ميساج خلينا نزيد نفشلهم نقول لهم راهو فما امكانيه بعد ما تعرس تبيع الكهرباء. صحيح ولا لا نورمالمون باش تبيع الكهرباء قبل باش تعرس وبرشا هنا باش يقولوا فاش تحكي هذا هو
هذه كرهبة غالية، هذوما كرهبة غاليين، وأنا هنا نحكي راهو على اللوجيك، خاطر البيجي حكيت عليه قبيلة وقلت اللي هو الفيصل ديجا، وكان انعدمت الإمكانيات انتهى الموضوع. أما توا راني نحكي كان على التيوري، نحكي تيوريك. وبالنسبة للي يستعملوا في كرهبهم في هزين حاجات رزينة، لازمهم مثلا دي 4x4 كيما البي ام دبليو اكس 5 ولا البيكاب كيما السانج يونغ اكسيون مثلا. وبصفة عامة ما لازمش قوة الكرهبة تكون أقل من 120 زيلة ميلا، مش نجم تهز الحمولة براحة وتلقى شوية بويسونس كمام في الكياس والسعادي. وكانك مغروم بالهايتيك ما لازمك تخمم كان في اللي موديل بخيميوم ولا أودغام اللي تلقى فيهم بارش أوبسونات وآخر الصيحات في عالم التكنولوجيا. والحاجة الأخرى اللي باش نحكي عليها هي السؤال اللي محير التوانسة كل، نشري إيسونس ولا مزوت؟ وهوني لازمكم تعرفوا اللي من اللي قرب سوم الجازوال 50 من الإيسونس سوم الكهرباء مزوت طاح، وساعات طاقة كهرباء إيسونس أغلى في نفس الموديل. والمزوت ما يساعد بيانسور كان اللي يمشيوا برشا، واللي يشري كهرباء مزوت أرخص وتقبل المشي برشا لازم يعرف زادة اللي أسيرونسها أغلى والانترتيام تاعها أغلى برشا، وفينيتها فيها تاكس دو بوليسيون دونك أغلى، وقطايحها زادة أغلى كيما لومبرياج اللي تلقاه أغلى برشا في المزوت خاطره أكبر وأقوى باش يستحمل الكوب الكبير اللي في الكرهب المزوت. دونك كي باش تشري مزوت لازمك تكون متأكد أنك باش تخرج رابح كي باش تمشي بها على الأقل 35000 كيلومتر في العام، يعني على الأقل 100 كيلومتر في النهار. دونك الكونساي نتاع اليوم ميلا انا راه مهم برشا، خاطر قاعد راه في برشا توانسة كاسبين كراهب كبار عليهم ولا موتورهم قوي عليهم، ولا صغار عليهم خاطر عددهم كبير في العائله، ولا اضعاف عليهم خاطر يخدموا عليهم ويهزوا عليهم في برشا سلعه. دونك خليني نوصيهم وننصحهم اللي كي يشريو كهرباء حسب امكانياتهم وليبزوا نتاعهم راهم باش يطلعوا رابحين مهما كان سوم الكهرباء وموديل الكهرباء. ميرسي سليم على النصايح هذه كل، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من لي كونساي هذم. تجمعوا تعاودوا تلقاو الكونساي اوتو راديو على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. Tout de suite, je t'ai le Mecha Actu. Mecha Actu, Formule 1, oui, non, c'est Hamilton. عندنا برشا ما حكيناش على الفورمولا ميلات وحشناه ولازم نحكيوا عليه شويه. بون في العالم تلعبت جمعتين التالي جوله 13 بطوله العالم فورمولا اللي صارت الثالث مره في ايطاليا السنه. الجوله هذه فلت فيها بوتاس الفرصه انه يقلص الفارق بينه وبين هاميلتون اللي كان محظوظ برشا، وقاعد يعيش هاميلتون لحظات تاريخيه المده هذه كي حطم الرقم القياسي نتاع الاسطوره شوماخر في البرتغال، واللي حتى حد ميلا ما كان يتوقع 8 سنين تالي اللي فما شكون باش يجي وقادر يحط من الرقم هذا. وين حقق هاميلتون في إيطاليا الفوز 93 ليه في كاريرو، ويولي هكا الأسطورة جديدة متاع الفورمولا عبر التاريخ، ويزيد يعمق الفارق بينه وبين الثاني في البطولة بوتاس ب 85 نقطة تخليه يقرب أكثر للقب عالمي جديد. المرتبة الثانية مشيت كالعادة البوتاس، في حين فيرشتابن ما جيش الثالث كالعادة. ميلا على غالب المرة هذه فيرشتابن did not finish، ما كملش الكورس. ليه ما كملش الكورس؟ صارت له مشكلة ما كملش الكورس. مع العلم أنه الثلاثي هذا بوتاس هاميلتون فيرشتابن نلقاوهم طلعوا على البوديوم مع بعضهم السنة 7 مرات على 13، فيهم 9 انتصارات لهاميلتون وحده، معناها السيطرة مطلقة لهاميلتون في بطولة السنة، وعامل التوى 3 غوكور مونديو راهو اللي هما 93 فوز و97 بول بوزيسيون و162 بوديوم في كاريرو. وبصراحة أرقام صعيب تتحطم في المستقبل، اللهم ميك شوماخر ولد مايكل اللي باش يدخل العام الجاي. ليه ما قالوا مع شوماخر قالوا هكاك خايفة ما جاش كون طايح عليه. اكزاكتومون هاني باش نقول لك أنا اللي ممكن ميك شوماخر اللي داخل العام الجاي بروبابلومون مع هاس ينجم. أنت فيرشتابن أنا بون لوكليغ ولوكليغ ما فهمتش بيه سنة بلوتو فيراري هي داخله بعضها سنة ماهوش مشكلة لوكليغ معناها فيراري داخله بعضها وتنبؤوا باش يعملوا مش تنبؤوا بلوتو محضرين كهرباء قالوا طياره برشا 2021 وان شاء الله نشوفوا. بغيف دونك باش نحوصلوا ميلا اللقب السابع لهاميلتون ما عادش بعيد عليه. في المقابل فيرشتابن مازال يطمح يفك المرتبه الشرفيه الثانيه، خاصه اللي مازالوا 4 جولات وما هو بعيد كان ب 35 نقطه على بوتاس، والعركه على المركز الثاني باش تكون قويه برشا في باقي الجولات، وينجم لهنا حتى هاميلتون يحكم فيها الفايت زميله بوتاس، وهذا اللي باش نشوفوه في ال4 جولات اللي مازالوا، واحده في تركيا زوز في البحرين وواحده في ابو ظبي. واليوم نحبكم تتبعوا الكورس ديجا نتاع تركيا اللي صارت فيها برشا مشاكل البارح في الكاليف بسبب المطر معناها، ولي بيلوت قال لك معناها ولات بريسك معناها حلبه تزحلق البارح ماهيش حلبه سباق تلمو كارثه البيست البارح. دونك تبعوا
يتابعوا اليوم الجولة 14 قبل ما يمشيوا يعملوا جولتين في البحرين وجولة في أبو ظبي. تابعوا اللي ما تابعوش ان شاء الله تلقاو عنا الريزلتا الجمعه الجايه بيان سور. انت عدي واسالني على الميكانيك. كنا سالنا في السونداج تخير وسيله نقل درجه ناريه ولا سياره، حسب رايكم شكون يعطيني ابري قداش؟ صور 70% 30. اي شكون 70 وشكون 30؟ كهرباء بيان سور 70 كهرباء. محمد انا نتصور معناها خاطر فيو كو لا كولتور دو لا موتو ماهيش داخله بالكدا باش يكون يعني النوم تاع الكرهب اكثر. انا ماذا بيا نقول 60% موتور و 40% كرهب. لا عاد 60% موتور لا ماذا بيا نقول ما نعرفش ماذا بكم 81%. جيت نقول 80 انا 84 انا كان كمل سالني راني قلت لك اللي باش تقولوا انت. مقويكم 81% اختاروا السياره و 19% دراجه. انا خاطر كي حطيتوا التصويره هذيك سي نورمال ما تجيبش. كان حاطط لي الموتور هذيك معناها كان حاطط لي موتور حلوه مزيانه كيما نعرف انا تجيب تو واحد الانستغرام في اي بي راك لقيت تصويره مزيانه. هو السونداج هذا انا على الانستغرام تاعي هو خاطر فما العائلات فما نساء فما لاعبين كبار فما معناها هي من الاستعمال سا ديبون الاستعمال شنو معناها الاستعمال العادي اليومي هي الموتور كوسيله نقل دونك استعمال يومي. وبالله محمد عملوا السونداج عندكم خلينا نشوفوا نفس اللي والله يعطي والله يعطي احنا باز يعطي اكثر باز خاطر احنا سيبلي معنا العبيد اللي عنا الكل باج نتاع الفيسبوك عنا 192 ألف دونك كلهم مغروم. ميرسي ميرسي محمد ميرسي في اي بي موتار الكل ميرسي سليم ميرسي علي عراود في الاعداد ميرسي امين ميرسي كنزاتا وما بقى لي كان نقول لكم بون جورني.